الاخرى اللي بتستضيفها مصر في الفتره الاخيره، وكمان العاب الصالات في النادي الاهلي واللي دايما الكلام عنها بيحلو. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا. صباح الخير واهلا بيك يا كريم وابن هون. اهلا مسيو نبيل. اهلا بيك. طيب انا اكيد وغيري بنبقى حابين جدا ان احنا نتابع الجديد في ملف يعني اخبار ورياضات الصالات المصريه في المنتخبات كلها والرياضات المختلفه، واطمن على المتاهلين ان شاء الله لاولمبياد باريس. وفي نفس الوقت نسال سؤال، هو احنا فرصنا اكبر ولا مجرد كلام عشان ما نحبطش؟ خلينا نقولها كده. العدد في تزايد، العدد وصلنا دلوقتي 70 لاعب تاهلوا لباريس 2024. مش هنقدر نتكلم زي ما كنا اوضحنا في لقاءات قبل كده على النتائج النهائيه، لان الاستعداد للاولمبيكس بياخد منحنى تاني خالص مختلف عن الدورات، سواء البطولات العالم صحيح. او البطولات الافريقيه المؤهله للبطوله او المؤهله لباريس. فبالتالي احنا لحد دلوقتي كل ما العدد بيزيد في العاب مختلفه، فده بيدي انديكيتور اللي احنا ماشيين صح في الستيب الاولانيه اللي احنا نتاهل. اخر حاجه كانت في الكانوي والكاياك سما اتاهلت، فكده العدد لعبة جديدة زادت، إضافة بقى لكرة القدم والطائرة والسلاح والخماسي وبقية الألعاب والرماية اللي متأهلة ب 11 لاعب. وعلى ذكر الرماية، لسه في نهائي كأس العالم اللي كان بيتلعب في قطر، ثنائي محلبة قدر عبد العزيز اللي هو يجيب ذهبية مسابقة التراب، وعزمي اللي هو أول لاعب اتأهل قدر اللي هو يحصل على فضية مسابقة الاسكيب. ده نهائي كاس العالم، يعني اهم اللاعبين في الايفنتين بيلعبوا. طبعا. يدينا انطباع ان احنا كويس ماشيين صح. عبد العزيز ما كانش لسه اتاهل، فكون اللي هو يكسب البطوله وياخد الذهبيه يبقى احنا كده ماشيين على التراك فيما يخص الرماية. وعلى ذكر الانطباعات كمان، يعني بيتهيألي ناس كتير عندها انطباع ان المره دي في حرص ملحوظ من كافه الاتحادات الرياضيه وكل الكيانات الرياضيه المعنيه بفكره ان احنا يعني نتاهل بالعدد الاكبر من اللعيبه في الكم الاكبر من الرياضات، وتحس كده والله اعلم ان ابتدت الحكايه دي تؤتي ثمارها في الفتره الاخيره. اتفق معاك جدا يا كريم، وازود عليه اللي احنا بعد يعني المبادره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره فيما يتعلق بمكافئات اللاعبين سواء في الاولمبيكس او بطولات العالم او كؤوس العالم او بطولات افريقيا او حتى البطولات العربيه، فده خلى بقى اللعيبه دلوقتي لا، في اهتمام الدوله وفي مكافئات الى حد ما توازي المجهود اللي انا بعمله. فلازم بقى خلاص لما هروح اكسب ميداليه اولمبيه، لا انا كده هتكرم وهاخد المكافاه اللي تديني انطباع اللي انا المجهود اللي انا عملته في خلال اربع سنين. الميداليات الاولمبيه اظن كمان بتوفر شبه معاش للي حصل عليها طول عمره بعد كده. طبعا صح كده المعلومه. طبعا طبعا بيبقى ليه مكافاه. غير الجائزه دلوقتي وصلت 2 مليون دلوقتي، 2 مليون للميداليه الذهبيه. بس 2 مليون يعني بياخدوها صافي متعلقه بقى بالضرايب وكده، بتوصل ل 250 الف جنيه. لا لا لا، بس احنا الاول لو احنا بنتكلم اللي احنا كنا مليون فبتوصل ل 750، فلو 2 مليون وبتوصل لمليون ونص، فبالتالي ضعفت يعني. يعني لكن هي النقطه ان هم دلوقتي الاتحادات كلها شغاله. برضو الاتحاد، ما انت لما بتخش تتكلم مع وزير الشباب والرياضه انا عايز دعم لدوره العاب اولمبيه، ما بتتقاس بعدد اللعيبه اللي انت اتاهلت بيها. يعني ما ينفعش انت تيجي تقول انا عايز 2 مليون مثلا كمثال، هو عندي لاعب اتاهل عشان لاعب. طب فبالتالي كل اتحاد وكل لاعب في الوقت الحالي، لان طموح يعني الحدث الاهم لاي رياضي هو الاولمبيكس. طبعا المشاركه ده بيبقى بالنسبه له انجاز، المجد هنا بيبقى متحقق هنا. بالظبط. ده اللي خلى يعني على الذكر يعني واحد من نجوم المصارعه المصريه كرم جابر بيفكر اللي هو يرجع وعايز يلعب بطوله افريقيا المؤهله لباريس. تخيل بقى لما كرم جابر يلعب وربنا يكرمه يحقق الميداليه الثالثه، فده بيدي برضه خلي بالك اللي ده بيدي انطباع للناشئين والشباب ملهم الحلم. بالظبط. طبعا طبعا يعني واحد من النماذج الرياضيه اللي لو احنا بنقول اللي هو لو كان استمر على الطريق الصحيح كان هيبقى في حته تانيه خالص، لكن لازال
واحد من النماذج اللي ممكن تكون قدوة خاصة للاعبي ولاعبات المنازلات الفردية. هو للأسف وقت ما هو حصل على الميدالية الذهبية ما كانش فيه اهتمام تماما بالرياضة أصلا وقتها، وحتى هو رجعنا احنا كنا تقريبا من الأربعينات ما خدناش ميدالية ذهبية، فكانت حاجة قط شوية على مصر. فابتدت أعتقد من وقتها ابتدت شوية الدولة تتجه للرياضة أنها تهتم شوية، وطبعا كان الاهتمام وقتها يمكن 4 أو 5% يعني، بس كان فيه يعني. بتحضرني الكلمة المشهورة بتاعتك دايما اللي احنا دي من الميداليات اللي كنت بنقول عليها اللي هي جت باي لك. انت دايما تقولي لي احنا عايزين بالظبط بالظبط، ما ده يديك اللي احنا لما بنخطط العدد بيزيد والانطباق يعني والايه التارجتس بتبتدي تعلى وتتحدد وتشتغلي عليها. فكلمتك صح، ده المهم جدا. بس اعتقد دلوقتي في طفره مختلفه خليني بقى يبقى عندي طموح اكتر كجماهير كمان، وثقه ان انا اقدر احصل على مزيد من الميداليات. فعشان كده الشق الثاني من السؤال، احنا مطمنين ولا لسه برضو الموضوع اقدر اقول ان هروح بس يا جماعه ما حدش يتوقع ميداليات يعني ازيد غير مثلا ب2 3 ده لو حصل كمان؟ مطمنين في رياضات معينة بتهيألي دي نقطة صح طبعا. لو بنتكلم ممكن الخماسي الحديث، السلاح طبعا، رفع الأثقال سيدات ورجال، بس السيدات. شفت انت بقى الجملة دي؟ سيدات لأن هم عاملين شغل نار الحقيقة في الإطار ده يعني لازم نقول. خلينا نتكلم أصل أنا بس على ذكر رفع الأثقال يعني مش عارف احنا هنتكلم على بطولة العالم الناشئين اللي كانت في المكسيك ولا لا؟ هنتكلم على كل حاجة بقى. خلينا في وقتها كمان سلة الأهلي مهمة قوي. طبعا دي يعني، لكن أنا بتكلم إن رفع الأثقال المصارعة ممكن تخش ألعاب القوة يعني أكتريتهم النزالات، ألعاب النزالات فهي دي الألعاب اللي كرة اليد اللعبة الجماعية الأكتر قربًا يعني. قربًا من تحقيق ميدالية. طبعًا بطولة أفريقيا اللي هتتلعب في شهر 1 في القاهرة دي هتبقى المؤهلة، فطبعًا إن شاء الله نتمنى للمنتخب بالتشكيل الفني الجديد بقيادة الأسباني باستور والمجموعة اللاعبين إن إحنا نقدر نحقق إن شاء الله الفوز ببطولة أفريقيا للهاندبول عشان نقلل الجاب بيننا وبين تونس لبطولة واحدة، وإن شاء الله بقى تكون بداية الاستعداد لباريس إن شاء الله. تعالى بقى نرجع من العالمية للمحلية ولو بشكل مؤقت ونرجع للعالمية تاني. وعلى قول نهاوند فعلا كرة السلة عندنا كلام كتير لازم يتقال في إطارها، وخصوصا إن يعني النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عمل شغل فيها يعني محترم جدا كما هو الحال في كل ألعاب الصالات. تعالى نقف عند ماتش الأهلي والاتحاد السكندري الند الكلاسيكي زي الجزيرة كده والزمالك للنادي الأهلي في كرة السلة، شفت الماتش ده ازاي؟ طيب في البداية هنتكلم على ألعاب الصالات في النادي الأهلي، يبقى لازم في الأول نتمنى كل الدعوات بالشفاء العاجل للسيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من مهتمي يعني وملهمي ألعاب الصالات في النادي الأهلي. كان كل جماهير كرة السلة المصرية معظمها على السوشيال ميديا البوست الرسمي اللي كان بينزله العامري فاروق بعد كل ماتش، الناس ابتدت تشير اخر بوست ليه، فيعني نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يكون معانا في اقرب فرصه. وطبعا الرساله امبارح بتاعت جميله النادي الاهلي بجد. يعني فتره وهتعدي، العامري فاروق قد التحدي وان شاء الله ربنا يكرمنا. انت عيله فعلا، هاشتاج عيله الاهلي اللي بالملايين، مش كلام وخلاص ومش هاشتاج وخلاص يا جماعه، فعلا عيله الاهلي يعني. وده اعتقد بيحصل مع كل فرد طبعا بالاختلاف بقى يعني، لان برضو سياده الوزير عمري فاروق محبوب زياده خلينا نقولها بالشكل ده، فتلاقي عشان قريب جدا من الجمهور ده وقريب جدا من كل المشاكل. انا عايزه اقول لك الماتشات اللي هو ما كانش بيحضرها في الاستاد، انا بروح النادي كنت كتير جدا كمان من سنه تحديدا، بيبقى موجود قاعد مع الناس على الشاشه الكبيره بتاعتنا بيتفرج على الماتش يعني. هو قريب جدا قريب جدا من انا كنت حاضر نهائي المرتبط على ذكر كره السله الدوري المرتبط السنه اللي فاتت الاهلي والاتحاد في صاله حسن مصطفى في 6 اكتوبر. عايز كنت بعد الماتش بطلب منه اعمل حوار، قال لي لا انا ما فيش خالص، كل الحوارات والانترفيوهات وكل الشو للجهاز الفني واللاعبين، انا ما فيش خالص. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله. بالعوده بقى للماتش، ماتش قوي جدا جدا جدا. شابوه طبعا في الاول لفريق مرتبط النادي الاهلي لان هو الاعاد الفريق الاول واداله الفرصه اللي انت بقى فوز ماتش هيخليك توصل للنهائي. السيمي فاينال ما بين الاهلي والاتحاد
يعني لقاءات كلاسيكيه طبعا. في خلال خاصه طبعا. اخر 3 سنوات الدوري المرتبط دي بتبقى البطوله بدايه السيزون بقى والتجهيز للسيزون الاعظم اللي هو دوري السوبر المصري. الاهلي والاتحاد متعادلين في عدد البطولات 8-8 وسبورتنج بطولتين. خساره الماتش الاول كان في علامات استفهام لفارق عدد النقاط، الاهلي خسر بفرق 14 نقطه في المباراه الاولى، فبالتالي كان في تخوف شويه من الجمهور لسبب الخساره دي الجاب الكبير. لكن في لقاء العوده كان جمهور النادي الاهلي كتير جدا عنده قناعه ان الفريق يقدر يعود، لان ده حصل في السنوات اللي فاتت في الدوري المرتبط، كان الاهلي بيخسر فريق الماتش الاولاني في الكبار وبيعوض فيه الماتش الثاني، بس كان دايما بيبقى في النهائي مش في قبل النهائي. اللي انت تبقى خسران 3 كوارتر وتعمل كامباك في الكوارتر الاخير بقياده الثنائي دولت، يعني حدث ولا حرج عليهم، البوب ايهاب امين ويعني والماجيك عمرو الجندي، الثنائي قدم كوارتر رابع و5 دقائق وقت اضافي للتاريخ. اوجستي طبعا يعني ما نقدرش نغفل طبعا يعني ما نقدرش نغفل حقه في قياده الفريق، لان المباراه دي كانت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، لان كنا بنتكلم قبل كده اللي انت تخسر انديه عربيه وبعد كده تقوم خسران في الانتركونتيننتال وبعد كده تخسر خساره بطوله ثالثه في بدايه موسم، فكانت هيبقى انت عوضتها بالسوبر. وكان في علامات استفهام على الاداء، لكن الفوز على الزمالك الغريم التقليدي في السوبر المصري كان بدايه كويس. زي ما احنا شايفين طبعا ان فوز النادي الاهلي ده هيخليه لاعب سموحه في الفاينل. والغريب توقعاتك بقى، لان برضو المباراه دي بص يعني مباراه مش سهله. ليه؟ الاثنين مرتبط دولت ما خسروش ولا ماتش، يعني مرتبط النادي الاهلي طول المشوار البطوله ما خسرش ولا ماتش، سموحه نفس الموضوع، والاثنين دولت هم اللي رجحوا فرق كفه الفريق الاول، سواء سموحه امام سبورتنج او الاهلي امام الاتحاد. قياده فنيه لمحمد اشرف توفيق في النادي الاهلي لفريق المرتبط تحت 18، مؤمن ابو العينين في نادي سموحه، ماتش صعب جدا اللي هيحسمه اعتقد المباراه الناشئين. مباراه الفريق الاول هتبقى فيه كفه راجحه بحكم الخبره وبحكم السكواد للنادي الاهلي بنسبه 60-40، ما تزيدش عن 65%. يعني انت شايف ان الماتش هيبقى اصعب من ماتش الاهلي مع الاتحاد؟ لا هو مش اصعب بس مش سهل اكيد, أكيد يعني انت برضو انت بس النقطه في ايه؟ انت لما بتخش تجهز منتال لماتش الاتحاد هتبقى في قمة تركيزك، بتقل شويه لما لعب سبورتنج، بتقل شويه لعب سموحه، بتقل شويه، فاهم قصدي؟ هو بحكم اللاعب المصري هو الطبيعي اللي انت منتال تبقى جاهز لكل الماتشات بنفس الدرجه. لكن ماتش سموحه فريق عمل برضو كامباك على سبورتنج، كان خسران الماتش الاولاني وكان خسران في الماتش الثاني طول الماتش، عمل كامباك في الاخر وقدر في الوقت اللي ضاف نفس الكيس يعني هي سبحان الله تحس نفس السيناريو بالظبط. مباراه مهمه، النادي الاهلي فوزه بالبطوله هيديله دفعه اللي هو بقى يبتدي الخماسيه بتاعه السنه اللي فاتت، اي نعم هتبقى اقل لكن يقدر ان شاء الله يكمل سيزون كويس. رباعيه مش وحش برضه طبعا لو رست على ثلاثيه رتبات. هي المشكله اللي انت جمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بالعاب الصالات طبعا بقى بيحسبها مستني الخماسيه دايما بقى بيحسبها فعلا اصل انت دلوقتي معاك جهاز فني قوي ومعاك سكواد كويس فليه تخسر؟ الناس بتقيسها كده. انت تخسر لما يكون عندك ديفوهات او عندك شورتج في بوزيشنز معينه، لكن انت فريق كامل فانت ليه تخسر؟ هي بتتقاس كده. حتى عايز بس اشير المحترف عيسى ليونز اللي كان برضو الناس ابتدى يخش جوه التشكيله ويجيب الفورم بتاعته ابتداء من الماتش الثاني في ماتش الزمالك بماتش الاتحاد الثاني، فبالتالي السكواد دلوقتي جاهز ان شاء الله لحظ البطولات في الموسم الحالي للنادي الاهلي. بص احنا هنروح ونرجع بقى بين الرياضات، يعني انا حابه قوي برضو من السله او الباسكت نروح للفروسيه، بطولة مصر الدولية للفروسية، وانت بتتكلم تقريبا لو انا مش غلطانة بمشاركة 17 دولة، حاجة حدث طبعا كبير ودي المؤهلة لكأس العالم. طيب الكلام ده محترم جدا، انا بقى كمصر انا فين في الترتيب العالمي في الفروسية، وعلما ان انا عندي كتير يعني
خلينا نقول لعيبه بس بتلعب باسماء دول تانية مصريين وبيحصلوا على يعني بص رانكينجز رائعه وبطولات عالميه. ف طب تيجي بعد الفاصل نجاوب؟ تمام. احنا سالنا السؤال طيب. فاصل بس سريع معلش ونرجع مع حضراتكم سريعا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ونجاوب بقى على السؤال. كنا بنسال على ملف الفروسيه وبطوله مصر الدوليه وعندك مشاركه ل 17 دوله واكيد حابين نعرف مصر في الفروسيه احنا عالميا مصريين فين برضو استاذ شادي؟ طبعا يعني استضافت مصر البطوله اللي تقام في منطقه سقاره في الهرم. دي بطولة من البطولات المؤهلة في للدوري العربي أو للدول العربية لبطولات العالم. كون اللي مصر تستضيف حدث زي ده ده طبيعي بحكم البطولات اللي بننظمها مؤخرا. كويس دي نقطة. هنتكلم على ما يتعلق برياضة الفروسية. لو بنتكلم على أشخاص طبعا احنا عندنا أبطال كتير جدا ومن أشهرهم سامح الدهان ونائل نصار ونائل نصار طبعا طبعا بيحققوا بطولات ونجاحات على مستوى بطولات الجائزة الكبرى والبطولات الدولية. بعض الأسماء اختارت تمثيل دول أخرى طبعا لأسباب عديدة يعني لو اي اسباب شخصيه في الاول وفي الاخر لكن بتخسر كواليتي فرسان كويسين يقدروا يحققوا لك نجاحات باسمك. طب واحنا ليه ما عندناش غير ثلاثه بس فيهم المواصفات دي؟ دولت اللي قدروا يوصلوا للمستوى العالمي اللي كانت بتتكلم عليه نهاوند الرانكينج العالمي. اسمه علاء حاجه برضو انا الاسماء شويه ناسيها. علاء ميسره ممكن تقريبا لكن دولت الأشهر فيما يخص رياضة الفروسية المصرية هم دولت المتواجدين دايما أو كانوا بيكونوا قوام المنتخب المصري اللي لعب في طوكيو. وانت لو بصيت على اللعيبة اللي خلفيتهم عسكرية هتطلع أعداد كبير اللي هو يعني طبعًا بيتقنوا التعامل مع الحصينه وفكره الفروسيه ده جزء من تكوينهم اصلا. خلي بالك الاسماء دي مصريين مش بيلعبوا باسم مصر اللي احنا قلناهم. لا لا في يعني سامح وكريم لا لكن نايل لسه بيلعب باسم مصر. نايل مصري. ليه في رياضه من الرياضات ما عندناش فيها غير ثلاثه هم اللي يتقال عليهم نجوم في الرياضه دي؟ ليه؟ بتبقى بسبب القاعده. هل لطبيعه وخصوصيه الرياضه دي ومتطلباتها الى اخره يعني طبعًا. في ناس بتتعامل مع الرياضه دي زي التنس كده مع الفرق ان هي رياضه المجتمع المخملي الى حد كبير. ده سبب يعني عندنا كم فارس فعلا يعني بمناسبه سؤال كريم كم فارس عندنا متطلب فعلا؟ لا هتلاقي ما بص القاعده موجوده لكن مين اللي بيكمل. خلينا نتفق ان الاربع خمس ست اسماء اللي احنا بنتكلم عليهم هم السته مقيمين بره بالظبط يعني حياتهم كلها بتدبيراتهم بدنيتهم بره. فعشان كده ممكن ده اللي بيخليهم قريبين اكتر من خوض البطولات الدوليه فبالتالي الرانكينج. لان خلي بالك برضه المشاركه في البطولات الدوليه في الفروسيه هتلاقيها مكلفه جدا طبعا. فالاتحاد المصري طبعا. ممكن ما يكونش قادر على سفر عدد طبعا. كبير دايما طبعا. دولت بيلعبوا باسمهم زي التنس يعني التنس مثلا على ذكر التنس ميار شريف هي اللي بتحدد البطولات الدوليه فممكن تحدد جزء ومعظم الوقت مثلا ممكن تكون عايشه في امريكا. السباحه كذا معظم الوقت احنا وقتنا خلص للاسف. يصعب عليا اقطع كلامك وسلسلك بس خالص ده عايزك تقطع بس. لا 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 خالص انا طبعا انتوا عارفين سعيد جدا نورتنا وشرفتنا. انا اسعد واتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبت كل المشاهدين وان شاء الله في حلقات جايه بقى نتكلم على كل حاجه. لا كالعاده طبعا قراءه مميزه جدا. شكرا ليك استاذ شادي على وجودك معانا وشكرا لحضراتكم. نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.